خدمة إحصاءات التبادل التجاري. تعتبر هذه الخدمة منصة استعلام لبيانات التجارة الخارجية للدولة، وتشمل البيانات كل من البعد الزمني والتدفقات السلعية والجغرافية للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات حسب القيمة والوزن. وتتلخص خطوات الاستعلام واستخدام الخدمة بكل بساطة في اختيار السنة والحركات التجارية كاختيار إجباري، ويمكن اختيار الدولة ونوع السلع حسب أقسام وفصول النظام المنسق كخيار إضافي. تقدم هذه الخدمة لمتخذي القرار والجهات الحكومية داخل الدولة وعلى مستوى العالم والجهات الدولية والمنظمات، كما ويستفيد من هذه الخدمة شريحة واسعة من شركات الأبحاث التسويقية ومكاتب الدراسات والبحوث والاستشارات والجامعات والشركات التجارية والصناعية والمستوردين والمصدرين والإعلام وغيرهم. يعتبر الهدف الأسمى من هذه الخدمة هو الوصول إلى كافة المتعاملين ومستخدمي بيانات التجارة الخارجية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة والمتوفرة كل في مكانه، كما تتميز هذه الخدمة بكونها الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، وتمتاز بتوفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وسرعة إجراء المقارنات والحصول على المعلومة المطلوبة. مزايا الخدمة: تعتبر الخدمة منصة استعلام لبيانات التجارة الخارجية للدولة بطريقة تفاعلية وديناميكية حسب رغبة المستخدم، كما تمتاز بسهولة الاستخدام سواء للمتخصصين أم غير المتخصصين، مع إمكانية تحديد شكل المخرجات المطلوبة وإمكانية عمل المقارنات لفترات زمنية وجغرافية وسلعية وغيرها بسهولة ويسر. وتقدم الخدمة أرقام وإحصائيات التجارة الخارجية للدولة لفترة زمنية تمتد من عام 1999، ويتم تحديث البيانات سنوياً، مما يجعلها الخدمة الوحيدة على مستوى الدولة في عرض هذه البيانات إلكترونياً. قنوات تقديم الخدمة: يمكن الحصول على الخدمة من خلال موقع وزارة الاقتصاد الإلكتروني واختيار أيقونة إحصاءات التبادل التجاري www.economy.gov.ae أو من خلال الرابط المباشر www.tradeexchange.ae باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية بجميع أنواعها. إن وزارة الاقتصاد تحرص على توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات التي تقدمها، ويأتي هذا في إطار رؤية واستراتيجية واضحة تعكس تجربة الحكومة الذكية للإمارات، واحدة من التجارب الرائدة عالمياً، وبما يضمن تعزيز معايير التنافس والابتكار والريادة التي تتمتع بها في جميع المجالات. رؤيتنا اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة. كما يمكنكم التواصل مع الوزارة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي twitter.com/economyae، facebook ministry of economy، www.youtube.com/user/economyae.